وبئر مدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ها هو هناك وحيدا فريدا طريدا، إنه موسى بن عمران يقطع الصحارى المقفرة، وقد نال منه الجوع والعطش ولفحت الشمس المحرقة وجهه وأرهقه المسير الطويل. كانت الذكرى القريبة ما زالت تدور أحداثها في ذهن موسى عليه السلام. هذه الأحداث التي قلبت حياته من حال إلى حال، فبعدما كان صاحب عز وجاه ربيب القصور ونعمتها وترفها وربيب الملكة آسيا زوجة فرعون مصر، بعد كل هذا غدا مطاردا بتهمة القتل. ولولا ذلك الرجل وهو أحد رجال البلاط الفرعوني، لولا قدومه وتحذيره مما يبيت لموسى من مكيدة لقتله لوقع في أيدي طالبيه وقتل سريعا. ومن فوره خرج موسى عليه السلام متخفيا سائلا الله السلامة والنجاة من القوم الظالمين. سأله وهو يستذكر كيف أنقذه الله من قبل من القتل وهو طفل رضيع، وكله أمل في كرم ربه في أن يتم عليه نعمته وينجيه مرة أخرى. وها هو ربيب القصور ونعمتها في أسوأ حال بعد أيام من سيره الحثيث في جوف الصحراء، وقد أوشك على الخروج من أرض مصر، وذلك يعني نجاته من ملاحقة رجال فرعون له. فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليها أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وما إن خرج موسى عليه السلام من أرض مصر حتى توجه إلى أرض مدين، فقد كانت الأقرب إليه والمكان الذي قد يجد فيه ما هو بحاجة إليه، الماء والطعام وملجأ يستريح فيه بعد طول سفر، وربما رفقة صدق تؤنس وحشة غربته. وتوجه موسى إلى ماء مدين، تلك البئر الشهيرة بغزارة مائها. كان يريد بادئ ذي بدء أن يطفئ حرارة العطش، ولكن ما إن وصل إلى المكان حتى وجده مزدحما بمن فيه من الرعاة
وكلهم يريد أن يسقي قطعانه قبل الآخر، وكلهم في جدال ونزاع، ولا يسقي قطيعه أولا إلا من كان الأقوى والأكثر سطوة وبطشا بينهم. طالع موسى هذا المشهد فكرهت نفسه الأبية أن يدخل في هذا النزاع ليطلب شربة ماء، فقرر أن يتنحى جانبا حتى يفرغ هؤلاء من سقائهم وجدالهم. وفيما هو يهم بالتنحي، لمح راعيتين تقفان جانبا وهما في أسوأ حال، فقد كانتا تجهدان للحفاظ على قطيعهما من أن يتفرق شمله ويختلط بباقي القطعان وسط تلك الفوضى قرب البئر. وبرغم ما كان من موسى عليه السلام من إرهاق وعطش، فقد دنا من المرأتين متسائلا عن سبب وجودهما هاهنا دون عون من أي رجل، فتخبرانه بأنهما ابنتا شيخ كبير هرم، وأنهما مجبرتان على الخروج بالقطيع بنفسيهما، وأنهما تضطران للانتظار حتى ينتهي جميع الرعاة من السقاية. فلا طاقة لهما لمدافعتهم، فهم أناس غلاظ بلا شهامة، وإلا لكانوا أعانوهما على السقاية. ويرق موسى لحالهما، بل إنه وهو أبي الضيم نصير الضعفاء يقرر من فوره مساعدتهما برغم ما به من تعب وعطش، فقد آلمته قسوة قلوب الرعاة وانعدام نخوتهم. فينطلق من فوره يقرع الرعاة على غلظتهم، وبما أعطاه الله من القوة والبأس الشديد يتمكن وحده من استخراج الماء من البئر ليسقي لهما. وساعة تهرع شياه المرأتين لتروي عطشها، يبتعد موسى عليه السلام من فوره دون أن ينتظر منهما جزاء أو شكورا، إنما كان ينتظر الجزاء ممن تعلقت به روحه واعتمد عليه وحده. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وساق الله الفضل والخير الذي كان يرجوه، فقد تكلمت الفتاتان مع أبيهما الرجل الصالح وأخبرتاه خبر ذلك الرجل الشهم الغريب الذي خدمهما وسقى لهما بدون مقابل وبدون أن يعرفهما أو يعرف أهلهما. وأحب الرجل العجوز أن يجزي على الإحسان إحسانا وأن يكافئ نبي الله موسى عليه السلام خيرا، فطلب من ابنته أن تذهب إليه لتدعوه، وطلب منها هي لأنه لا يقدر على الذهاب لكبر سنه، ولأنه لا يوجد رجل آخر في البيت ليقوم بالمهمة، فاضطر لتكليف ابنته بذلك. وابنته فتاة مؤمنة صالحة، وهي صاحبة خلق وأدب، وهي مكلفة الآن بمهمة شاقة لا تتفق مع طبيعتها وفطرتها وحيائها، ولكنها الضرورة.
وقد صور القرآن حالتها عندما أتت نبي الله موسى عليه السلام بقوله: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وتعود إحدى الفتاتين إليه والحياء يجلل مشيتها، وتدنو من موسى عليه السلام وتخبره بأن والدها يريد أن يجزيه على ما سقى لهما، وهو جزاء إكرام وليس أجرة لما فعله، لذلك فهو يدعوه ليكون ضيفه. ولأن دعوة الكريم لا ترد، فقد قبل موسى الدعوة ونهض غاضا بصره عن الفتاة الشابة. فتجد الفتاة في سلوكه رجلا شديد الحياء، أمينا على حرمات الناس وأعراضهم. لكن ما هو الاستحياء الذي كانت تمشي عليه البنت؟ الحياء مشتق من الحياة ومرتبط بها ارتباطا وثيقا، فكلما اتصف الإنسان بالحياة الطيبة تعمق فيه خلق الحياء. فالحياء خلق حميد مطلوب، وهو شعبة أصيلة من شعب الإيمان، ويمدح الإنسان المسلم المتصف به، وهو يدعو صاحبه إلى ترك الرذائل والتحلي بالمكارم والفضائل. وإذا فقد الإنسان الحياء فقد التحرج والتجمل، وصار عبدا لهواه وشهوته، وصار يفعل ما يحلو له بدون تورع، فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن الحياء تعمق في مشاعر هذه البنت وأحاسيسها وكيانها ووجدانها، وملأ عليها وجودها وهي في طريقها إلى نبي الله موسى عليه السلام. وكأن هذا الحياء والاستحياء ليس حالة نفسية شعورية، وإنما هو طريق مادي معبد ملموس محسوس، طريق تمشي عليه هذه الفتاة الحيية مشيا وتطأه بقدميها وطأ. ولما وصلت إلى سيدنا موسى وقفت أمامه وقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فكانت حذرة وذكية في انتقاء كلامها، وهي تبلغ رسالتها إليه. فالذي يدعوه إلى البيت هو أبوها وليس هي، منعا للشبهة أو الريبة. ثم بينت له سبب دعوة أبيها ليعرف ذلك، وهو أن أباها يريد أن يجزيه ويكافئه مقابل إحسانه لهما. وعندما وصل البيت استقبل الشيخ الكبير الكريم سيدنا موسى الشهم القوي الأمين، فأنس إليه وشعر بالأمان والإطمئنان، وعرفه على نفسه وعلى قصته، فطمأنه الرجل وهنأه بالنجاة. قص سيدنا موسى على الرجل قصته منذ ولادته إلى نشأته في قصر فرعون،
وقتله للقبطي، وأمر فرعون بالقبض عليه وقتله، وخروجه من مصر، وتوجهه إلى مدين ووصوله إليها. وأعجب الشيخ الكبير المؤمن بقصة نبي الله موسى المثيرة، ولاحظ فيها رعاية الله وحفظه له، وأحبه لإيمانه وأمانته وشهامته، ودعاه إلى الشعور بالأمان وإلى عدم الخوف، وقال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. تدخلت بعد ذلك ابنة الرجل الصغرى، وهي التي جاءت بسيدنا موسى إلى أبيها، وأعجبت بأخلاقه وشهامته وقوته وأمانته، ورغبت في أن يعمل عندهم، فطلبت من أبيها أن يستأجره ويوظفه في رعي الغنم، وبررت طلبها بقولها: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فوصفته عليه السلام بأنه قوي أمين، فقد من الله على نبي الله موسى بأن وفقه للجمع بين الصفتين الحميدتين، القوة والأمانة. فالقوة الجسمية واضحة في حياته السابقة عندما ضرب القبطي بوكزة فقضى عليه، وعندما حمل الحجر الكبير الثقيل فألقاه عن فم البئر، ورعي الغنم يحتاج إلى القوة الجسمية لما يترتب على ذلك من متابعة الغنم في الجبال والوديان، والأمانة قوة معنوية، وهي قوة النفس والروح، قوة الإرادة والعزيمة، قوة التحلي بالأخلاق الفاضلة التي تمثلت في موقفه من الفتاة، حيث غض الطرف عنها وطلب منها أن تمشي خلفه حتى لا ينظر إليها. إنه أمين على العرض والشرف، وأمين على المال والغنم، وأمين على ما يوكل إليه ويطلب منه، والمهمة الملقاة على عاتقه تحتاج إلى أمانة، فإن لم يكن الرجل أمينا فلن يحافظ على الغنم ولا على الفتاتين ولا على بيت الرجل. ولقد تمتعت هذه الفتاة الصالحة المؤمنة بفراسة إيمانية عالية، حيث تفرست في موسى الخير، واستشرفت له المستقبل المشرق الأمين، وصدقت فراستها فيه، فلما عمل أجيرا عندهم كان قويا أمينا فعلا. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. ولما اطمأن الرجل الصالح إلى نبي الله موسى عليه السلام، ولاحظ رغبة ابنته في تعيينه أجيرا ليرعى الغنم، ووثق بقوته وأمانته، عرض عليه
أن يعمل أجيراً في رعي الغنم مقابل أن يزوجه إحدى ابنتيه. قال الشيخ الكبير لسيدنا موسى عليه السلام: أريد أن أزوجك بنتاً من هاتين الابنتين بشرط أن تعمل أجيراً عندي، تقوم برعي الغنم لمدة 8 سنوات، فإن زدت المدة 2 أخريين وبلغت المدة 10 سنوات فهذا كرم منك، وأنا لا أريد أن أشق عليك وأتعبك في هذا العمل، فسوف ترى فيه اليسر والراحة، وستجدني إن شاء الله من الصالحين. ورد نبي الله موسى على عرض الشيخ الكبير بالموافقة على الأمرين: الموافقة على زواجه من إحدى ابنتيه، والموافقة على أن يعمل عنده. قال له: ذلك بيني وبينك، وأنا موافق على ما قلت، وتم الاتفاق بيني وبينك. أما المدة فأنا ملزم بال8 سنوات، وإن أردت أن أكملها 10 فهذا زيادة مني، لكن لا عدوان علي إن عملت 8 سنوات، والله وكيل على ما نقول. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فإذ بموسى عليه السلام من بعد تشرده وجوعه وفقره وغربته يجد الملاذ والمسكن، ويصاهر رجلا صالحا من أولياء الله، ويكون له مرافقا وبمثابة الولد، فيجد الأنس بعد غربته ووحشته. فسبحان الله، وسع الجميع برحمته وعطائه. وهكذا أتم الله لنبيه موسى ما قدره له في المرحلة الأولى من عمره التي قضاها في ظلال رعاية الله وحفظه وتأييده وحمايته. قد فعل الله الحكيم ذلك بموسى لأنه يعده لمهمة كبيرة، حيث سيجعله نبيا رسولا، ويبعثه إلى فرعون وينقذ به بني إسرائيل. وهذه المهمة لا بد أن تسبقها فترة تهيئة وإعداد، فكانت السنوات 10 في مدين.